السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم يا شباب؟ عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير. هوريكم دلوقتي، وصلني اللي شاف الفيديو اللي قبل كده، إنه وصلني دلوقتي الإضاءات الخلفية بتاعة العربية الـ BMW الـ F30 أو الفئة الثالثة. الإضاءات ديت اللي هي اسمها GTS، اللي هي بتكون كلها LED، ده اللي هي ستاندر بتاعة الوكالة. تمام، بتيجي أنا طبعا كنت في فيديوهات قديمة على القناة كنت مغير اللمبة نفسها LED، لكن دلوقتي التاني بيجي LED ستريب. طبعا ده شكل، هوريكم شكل الكشافات دي عامل ازاي وبعد التركيب. ده كده الفلاشر، وده الاضاءة بتاعتها. تمام، دي الاضاءة العادية. طبعا دي من الكشافات اللي انا بحبها جدا اساسا، بس لو شفتوا الكشافة الجديد شكله مختلف وشكله جميل جدا بصراحة. فده الشكل برضو، ايه رأيكم؟ تمام. طبعا عندي الصدام الخلفي مخبوط، دي تالت مرة يعني، فشكل هو اللي مشوه شكل العربية. دي الاكزوست تيبس اللي محدش شافها يشوف الفيديو بتاعها. تمام، فهنشوفه دلوقتي. طبعا الجديدة موجودة هنا، وكده نزلت فيديو الانبوكسنج ليها يعني. تمام، ده الكشاف الجديد نفسه، هوريكم كده الشكل، هحطهولكم جنب بعض وتشوفوا الشكل الجديد مع القديم. طبعا المفروض ان هو بيركب فيت مع العربية، مفيش اي تعديل ويارات، مفيش اي حاجة، زي ما انتم عارفين كده كده الحاجة اللي بجيبها على طول ببقى متأكد ان هي فيت مع العربية، مفيهاش تعديل ويارات. تمام، هي دي اهم نقطة يعني، انا مش عايز حاجة اقعد اعدل الويارات فيها، لا انا هي الحاجة بتيجي فيت مع العربية. طبعا هو مش باين قوي لان هو لونه اسود او احمر على اسود، يعني مش شايفين الفرق ده اللون وده الفرق. طبعا هو هيبقى باين شكله اسود شويه، بس لما يشتغل هتشوف شكله عامل ازاي. خليكم معايا كده واحده واحده ونشوف فيديو التركيب. طيب يا شباب، دلوقتي ان شاء الله هنبدا نفك دي. خلينا بس نعمل الكشاف، هنبدأ نفك دي. طيب ده خلاص، ده فكها خلاص على طول، فك الكليبس كله. بعد ما نفك دي خلاص بتطلع الجلدة دي عادي، خلاص الكفر ده طلع معاك اهو. طيب بعد كده انا عندي بس مسمارين هنا، تمام، تقريبا هيكون 10 ملي. هناخد تطويلة بس، انا بس كل اللي عملته شلت ده وخلاص. ادي الكشاف من هنا اهو زي ما انتم شايفين اهو، هطلع دي بس من مكانها وفك، اتك على الجزء دوت وشيل الكابل بتاعه، خلاص كده الكشاف اتشال. تمام، ده شكل الجديد مع القديم. بسم الله. طيب
نشوف ده. بصوا يا شباب عشان بس معلش تاخدوا بالكم معايا من الموضوع ده. هنا في 4 بنات جوه، في 3 متصلين وواحدة منفصلة. هنا نازل معاك 2 كابلين تمام، واحد فيه 4 بنات متصلين، واحدة فيه 3 وواحدة منفصلة، فهو ده اللي هنوصل عليه زي اللي جاي في عربيتك بالظبط. هنوصل عليه يعني زي اللي جاي في العربية بالظبط بتاعتك هتوصل عليه. اتأكد بس ان هو راكب كويس تمام. ده المنظر بتاعه. بسم الله. خلينا بس نتأكد الموضوع ده محتاج سبرينشال ليد، ده محتاج توصيل ولا لا، فخليني مش هقفل. طيب انت هنا بتدخل الاول في مسمار اهو، هو اللي بيدخل هنا، بعد كده بتدخل الاثنين دول. وخلينا بس ندخل المسمار ده كده بس. طيب بعد كده هنفك الجزء دوت زي ما انتوا عارفين، هنفك المسامير دي تمام عشان نقدر نطلع نفك الكفر دوت ونطلع الجزء ده ماشي. طيب دلوقتي فكينا الكليبسات، هنبدا نطلع دي بس كده. بعد كده هي النقطة الصعبة اللي هي الجزء اللي هنا، المقبض اللي داخل اللي جوه ده، هتزوق بايدك بس. بس كده خلص كده، ادي الكشاف جاهز معانا يتفك ان شاء الله. اوكي هنفك القطعة دي كله 10 مللي تقريبا. خد بالك عشان البلاستيك ما تقعش. بسم الله هبدا ازوق الكشاف لبره. زي ما انتم شايفين هنا هو مسمار وكليبس من هنا بس، ما فيهوش حاجه تاني. اوكي كده خلاص. ده نفك الكابل بتاعه من هنا اهو. تمام كده ده خلاص طلع. ده الكشاف الجديد. اوكي عندك نفس القصه بالظبط، جاي كابلين، واحد كبير واحد صغير. انت هتوصل في اللي هو ماشي مع عربيتك انت تمام. ادي 4 بنات متصلين مع بعض تمام. بس كده المفروض ان الراكب خلاص ما دخلش تراب جوه. طيب بس مدينا انا هشغل بس دلوقتي كده نشوف الشكل وبعدين ايه نتكلم. طيب هو تقريبا ال تقريبا شغال ويتنج
طيب الجزء ده لسه مش شغال، ده خلينا نشوفه كده ايه مشكلته. ده بشكله، خلينا نشوف المشكلة. هو مش مشكلة ولا حاجة، غالبا بقى هيبقى في توصيلة ما بين ده وده عشان موضوع الديناميك. طيب خلينا نعمل حتى توصيلة خارجية كده. هو الفكرة هو مش جاي معاه مانيول، بس انا شفت معاه واير زيادة جاي، فخلينا نفهم الواير ده بتاع ايه. لو هو جاي اتنين يبقى التوصيل الكل كشافين ببعض. غالبا كده الفكره حقيقيه. طيب خلينا نجرب. طيب يا شباب، نقطه مهمه قوي عشان تشغل السيكوينشال ليد او تشغل الفوق الليد اللي هنا اللي هو بتاع الفلاشر، في كيبل جاي معاك اهو. الكيبل دوت، الكيبل ده بتوصله هنا، يعني بسم الله عليكم، الكيبل ده هوصله هنا وبيوصل الناحيه الثانيه هنا في الكشاف. طيب في نقطه مهمه قوي عشان تبقوا عارفين، هو ما بيجيبهولك ما بيجيبهولكش راكب في بعضه كده، تمام؟ بيجيبهولك ازاي؟ بيجيبهولك مفكوك كده، تمام؟ ليه مفكوك؟ انت عشان تعرف تمدده. انا النهارده عشان امدده من الكشاف ده للكشاف اللي فوق، انا مددته من هنا اهو، الكابل جاي من هنا اهو زي ما انتم شايفين، داخل اهو قدامي وهيمشي من هنا ويطلع مع الشنطه هنا يوصل لده، تمام كده؟ طيب في نقطه مهمه قوي، انت لما تركبه الاول قبل ما تقفل الكشاف اتاكد، بدل الاول ركب السلك الاحمر والاسود، هيجي معاه بلاجه صغيره كده اهي، هوريكم ازاي. عليكم السلام. هيجي معاه بلجه صغيره اهي، تمام؟ ده سلك راكب اهو، وده طرف تاني عباره عن سلوك. النقطه دي مهمه جدا، انت بتدخلهم هنا عادي اهو، تمام؟ ليه هو سايبهم حر؟ لان انت ممكن تركبه كده تلاقيه ما اشتغلش، اقلبهم اشتغل، اول ما يشتغل خلاص ثبت القطعه دي جوه وخلاص، تمام؟ طيب خلينا نقفل الكشاف دلوقتي واوريكم الفرق. طيب النقطة المهمة دلوقتي، ده عازل حراري، عازل حراري بيركب على الأسلاك الكهربائية زي بتاع الوكالة بالظبط. ده بيعزل عشان الحرارة، وفي نفس الوقت عشان الحريق لا قدر الله، في نفس الوقت ده اللي بيحمي الكابل لا قدر الله واتقفل عليه اتفتح عليه، يبقى هو محمي، تمام؟ هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن اللي عايز يشتريه، تمام؟ من الحاجات المهمة قوي قوي يعني، اللي أنت عايز تخلي كده كده بتعدل في العربية وبتعمل، فأكيد هتحتاج للحاجات دي. خلينا نشوف القطر فين. مش قادرين ايه هركب على بعضها. تمام. خلينا نقفل بيه كويس بس. اي اسلاك جايه من الوكاله نفسها بيستخدموا نفس الاجزاء دي لحمايه الاسلاك بتاعتهم والوصلات. فانت عشان كل القطع اللي جايه ما فيهاش توليف او ما فيهاش ان انت تقعد تعدل وتقطع، انت بتشتغل على اللي موجود كده. فاهم حاجه تبقى الحاجات دي كلها محميه، تمام؟
انت عشان الشوط ما كان حصلش اي حاجه، ما تلاقيش الكشاف بيلعب، الاناره بتلعب. طيب ده كده خلاص هنجمعه، نزل دي تحت خلاص، المسمار ده يركب جوه. طيب من هنا طبعا هي القطعه دي بتدخل هنا، القطعه دي بتدخل هنا، فانت هتخلي السلك كده على اخره. هنقفل بعد كده خلاص. خلاص كده كشفت كده تمام، خلينا نكمل بقى الوصل. خلي بس سبيس شويه هنا كده، خلينا نطلع ناخد ده فوق. طيب عشان بس انا عارف اشتغل ده خلاص كده، هوصل السلك ده زي ما انتم شايفين اهو، السلك زي ما انتم شايفين هنا، هوصله مع ده وهطلعه من هنا اهو، خلاص هيجي هنا خلاص واركبه في الكشاف. اهم حاجه عندي الخلي السبيس كله هنا الفراغ، عشان وده بيتحرك طالع نازل يبقى السلك معاه ما يتشدش وتقطع من هنا، فخلي الفراغ كله او السلك الزياده جوه هنا تمام. اوريكم برده الشكل عامل ازاي. طيب زي ما انتم شايفين كده خلاص الكابل اتوصل بالمنظر ده. شوفوا بقى ده التقفيل اللي بقول لكم عليه، شريط ده فايده الشريط ده زي الشغل بتاع الوكاله بالظبط، بيقفل لك ويحمي لك الكابلات اهو. بصوا التقفيل، يعني الوكاله بتبقى جايه كده زي ما انتم شايفين. فبصوا التقفيل بيبقى عامل ازاي. خلاص ده الشريط بتاعنا ده خلاص كده، كل حاجه ملمومه في مكانها وكل حاجه تمام ماشي. نفس الطريقه طبعا هنعملها في الكشاف التاني، هثبت ده بس، هثبت الكشاف دوت واوريكم الشكل هيبقى عامل ازاي دلوقتي. كده يا شباب الحمد لله بفضل الله ركبنا خلاص الإضاءة، أدي شكلها بسم الله ما شاء الله، بصراحة شكلها مختلف تماما. حاول أوريها لكم الصبح برضه تمام، وأدي القفل سبنشال ليد تمام.
هشغل لكم كده برضو تشوفوا شكلها. خليني بقى نشغل كله ونجيب فوق لايت زي ما انتم شايفين الشكل ده. تمام، ده الريف فوق لايت اهو، ماشي. ادي شكل الريف ده. ان شاء الله برضو خليكم متاكدين انتم متابعين معانا ومشتركين في القناه، عشان ان شاء الله في فيديوهات كتيره جايه، تعديلات كتير. احنا كده تقريبا يعني عملنا جزء كبير من الخارجيه. اللي ما شافش في فيديو دلوقتي، في فيديو قبل كده تركيب السبويلر ده، كلاب سبورت كربون فايبر، تركيب الانوار الجي تي اس، تركيب الديفيوزر، دي من ضمن التعديلات. طبعا قبل كده في فيديو لتغيير الجنوط، جنوط ام 3، في فيديو موجود قبل كده برضو الميرور كاب بتاع الام 3، السيكونشال ليد. تمام، خلينا نشغله. السكوينشال ليد ده برضه في فيديو، تركيب الانوار الاماميه اللي هي الفول ال اي دي، اللي هي اخر حاجه بتاع بي ام دبليو، ده الشكل بتاعها. تمام، تركيب الفوج لايت ليد، تركيب الكيدني جرين بتاع الام 3. تمام، دي من ضمن الفيديوهات، هتلاقيها كلها موجوده على القناه. اللي عايز يعني القناه عموما، العربيه اصلا 1600 سي سي، فاللي عايز يجيب عربية 1600 ل 316 كحاجات ميكانيكا وصيانات وقطع غيار، هيبقى القناة بالنسبة له هي أفضل حاجة. اللي عايز كتغيير على الواجهة والخارجية والحاجات دي، دي بتنفع مع كل البي ام دبليو اللي هي الفئة التالتة، والفئة الرابعة نفس القصة اللي هي الاف 30 والاف 32 اف 34، الكلام ده كله. تمام، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.